كملينا معكم صباحنا مشاهدينا في مقولة بتقول إنه طلع الكوب المليان من النص المليان من الكاسة ولا تطلع على النص الفاضي، لأنه هذا الشيء رح يزيد الأمر سوء لحالتك النفسية ورح يدخلك بمتاهات ودوامات. دائما الأمور يلي ما لنا ممتلكينها أو الأشياء اللي ما لنا ممتلكينها أو الشغلات المفقودة بحياتنا تشغل حيز كبير من تفكيرنا وبتخلينا ننسى الأمور الموجودة ويلي منمتلكها نوعا ما، وهذا الشيء بيضيع علينا فرصة الإيجابية والتفاؤل بالحياة وأنه نستمر بالتفكير للتقدم والتطور. هذا الشيء أكيد كتير سلبي ورح نحكي تفاصيل أكثر. معنا اليوم الأستاذ محمد اللبابيدي، محمد خير اللبابيدي، وهو اختصاص في التنمية البشرية. يسعد صباحك أستاذ وكل عام. سهلا ومرحبا، يسعد صباحك، يسعد صباحكم جميعا، إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير وإن شاء الله أيامنا دائما عيد. يسعد صباحك أستاذ محمد. خلينا بالبداية نحكي أكثر. اليوم كثير نسمع هذا المصطلح التفكير بطريقة إيجابية، البعد عن الطاقة السلبية، ولكن بالعموم يعني الواحد بالحياة ما كتير سهل أنه يقعد يفكر أو أنه يفرق بين أنه هذا تفكير إيجابي وهذا تفكير سلبي. أنا هيك شفت الشغلة معناته شفتها بطريقة إيجابية أو لا أنا ما شفتها بطريقة إيجابية. لهيك خلينا بالبداية نعرف الناس شو نقصد بالتفكير الإيجابي. التفكير الإيجابي أولا التفكير بتفاؤل، التفكير بيقين، التفكير بالحل للتركيز على المشكلة. طبعا أول شيء يعني نحن لازم نفكر، لأنه التفكير هو غذاء العقل. أنا أفكر إذن أنا موجود. لكن في ناس بتغرق بتفكير العجز، يعني بتفكير المشكلة، إنه خلص صارت المشكلة وكأنه هالمشكلة هي نهاية الكون، نهاية العالم. بالتالي إذا أنا فكرت بالمشكلة فقط وتركزت عليها نسيت أدواتي اللي أنا بمتلكها للحل، نسيت إرادة الحل عندي، فأصبحت عاجز أمام هذه المشكلة وأنتظر الحل من الآخرين، فممكن معناته أنا صير رهن للآخرين وزمام مبادرتي مو بإيدي. لكن بالتفكير الإيجابي نحن منقول دائما كل مشكلة إلى حل. المشكلة بتجي حتى تزيدك حكمة، تزيدك خبرة، تزيدك تفكير، تزيدك قربا من الله عز وجل. يعني منقول إحنا مثلا شو في ناس اسمها مفكرين، في ناس حكماء، نتيجة شو؟ نتيجة الراحة، نتيجة الأمور الوردية. الأمور الوردية والراحة والرفاهية على فكرة ممكن تساوي تفكير شاذ. يعني بتشوفي مثلا أنت بأوروبا فرضا، يعني الرفاهية بأعلى مستوياتها، في أفكار شاذة كثير منتشرة تحت الصفيح. يعني في ناس مثلا تطلع هيك بتعمل حركات استفزازية رغم أنه هي عايشة بجو رفاهية، بس مثل اللي مثلا حرق القرآن مثلا وخرب الدنيا مثلا. لاحظتي كيف أفكار يجد شاذة؟ إذا نحن لما نعرفه أنه العقل لازم يفكر، وبالتالي لأنه هو غذاؤه، هلأ دورنا نحن أنه نبرمج هذا العقل على التفكير الإيجابي. كل مشكلة إلى حل، كل مشكلة فيها فرصة، كل أزمة فيها فرصة. بتشوفي أنت مثلا هالنهضة التكنولوجية العالية وثورة الاتصالات وثورة التطور إمتى صارت؟ بعد الحرب العالمية الثانية. يعني بعد الحرب العالمية دمرت الأخضر واليابس ويمكن نهاية حياة كثير ناس، لكن في ناس اعتبروها فرصة لتطور تكنولوجي وصناعي. طيب أستاذ، اليوم أنا عندي شيء بدي أحصل عليه أو شيء ما أنا موجود بحياتي، دائماً بضل ملاحق هذا الشيء وهالشيء بيسبب لي دخول بحالة كتير سلبية وبتزداد يوم بعد يوم. أنا بنسى ممكن يكون أنا ممتلكي لأشياء غيري بيحلم وبيسمح إنه يمتلكها، وعندي أمور غيري حلم حياته تكون عنده، بس أنا هاي الأمور كلها شايلتها على جنب وعم فكر بالمفقود تماماً. طبعاً هذا من أحد الأخطاء. يعني نحن أستاذي عفاف منقول دائماً مثل ما حضرتك قلتي بالمقدمة، نحن منركز على نصف المليان من الكأس، مو منشان نوقف عنده حنعبي الثاني. لكن أنا وقت بكون مركز على الإيجابيات بتكون طاقتي عالية، بتكون نفسيتي حلوة، بتكون معنوياتي حلوة. لاحظتي كيف؟ وأي شيء حلو حيجي للحلو. لاحظتي؟ هلأ أنا أولاً شرط الأساسي حتى أمتلك ما ينقصني أن أستطيع إني استمتع، عندي قدرة الاستمتاع بما أملك. يعني مثلا يلي بيكون عنده فرضا
جنينة صغيرة وعم يعتني بأزهارة وشو جيراتك وكذا، هذا أولى وهذا احتمال أكبر أنه يصير عنده مزرعة. لكن اللي عنده والله مثلا بيت بالأجار فرضا وما عم يعتني فيه، بيقول لك أخي تكسر الباب سيدي هو أجار، السقف عم يدلك سيدي هو أجار، ما بدي حط كذا، هذا سبحان الله احتمال أنه يكون عنده بيت ملك أقل بكثير من اللي بيعتني مثلا ببيت الأجار وكأنه بيته. وقت أنت بتعتني بما تملك الله يأتيك ما لا تملك. هلأ كلياتنا لنا احتياجات لا شك، كلياتنا بدنا والله سكن، بدنا زواج، بدنا أولاد، بدنا شغل، بدنا طبعا هي احتياجات، وهي يعني الله سبحانه وتعالى مصدر الكون أدرى بها وهو أعلم بها. ولكن إحنا في عنا الاحتياجات، بدنا نفرق بين الاحتياجات وبين الأوقات لتحقيق هذه الاحتياجات وبين الطريقة لتحقيق هذه الاحتياجات. أنت أنك تركز على احتياجاتك تمام وتسعى إلها، لكن الوقت والطريقة هي مو شغلتك، هي بتجي بالوقت المناسب اللي بيختاره اللي صنعك وهو الله عز وجل. طيب كمان أستاذ محمد، يعني هي هي طريقة تفكير بالنهاية اليوم، أنه أنا درب نفسي إن أنا أشوف دائما شو في شيء إيجابي صاير معي وحاول أني بعد عن السلبيات. لكن الناس أوقات لما بتسمعنا هالحكي بتقول هذا حكي، على أرض الواقع مو كل الأشخاص فيها تتصرف هاي التصرفات، خليكم واقعيين أكثر. طيب شو المقصود يعني بإني خليني واقعي؟ يعني أنا إذا شفت السلبي فقط بكون واقعي تماما؟ يعني خليني بس نرد على هاي الناس اللي بتنتقد دائما أنه نحن عم نحكي حكي طوباوي يعني ما أنه موجود أو لا يطبق على أرض الواقع. هلا أنا بقول له مثلا الإنسان يعني إذا أنت بتعتبر أنه خليك واقعي أنك تكون يائس فهي مشكلة. أصلاً نحن ما في عنا شيء واقع، في عنا شيء إدراك للواقع. يعني بتشوف يلا إحنا الظروف، العيد مرق على كل السوريين تمام، في ناس مرق عليهم العيد جيد رغم أنه ظروفهم صعبة، في ناس تأقلمت مع العيد وفي ناس يعني العيد شعرته عبء. يا أخي الشغلة مو بالحدث، الشغلة بإدراكك أنت للحدث. يعني أنت وقت عم تكبر الأمور وتعظم الأمور على فكرة أنت عم تعيش أوهام هي ما هي حقيقية. يعني بتشوفي مثلاً ناس الآن بيقول لك والله أنا إذا بتتحقق هالشغلة هاي أنا أسعد إنسان بالدنيا، بتلاقيه تحققت الشغلة هو ما صار أسعد إنسان. يعني هلا كنا عم نحكي مثلا تحت الهواء أنه قبل 100 سنة فرضا وقت كان الحج على البعير على الجمل، شو كان يقولوا مثلا؟ يا ريتك شي غرفة نقعد فيها نغمض عين نفتح عين نصير والله مثلا بالحج، يا لطيف شو بنكون سعداء. طيب هي صار في طيارات وفي سيارات والناس ما هي ما صارت سعادة. كان مثلا المكتوب بده 6 أشهر حتى يوصل عندي بدك تكتبي له اياه، قول يا ريت هيك كبسة زر يصل المكتوب او نطمن عليه. طيب هي صار ارمر راسل هيك وزادت عقد الناس وزادت همومه وزادت اوجاع وزادت الامه. يا ريت انا بصراحه هيك يصير لي شغل، يصير عندي مؤسسه واستلم الاداره، يا الله شو بكون سعيد. بتلاقيه حرام ما عاد ابتسم ولا عاد نام ولا عاد كذا. يا عيني اذا انت دائما عم تركز على ما ينقصك وعم تجمله معناته انت مثل ما بتقول عم تستنى مثلا الشيء اللي عم يجي وعم ترمي انت اشياء كثير هي معك. لذلك اساس السعاده استاذه واساس التفكير الايجابي كون ممتن لما لديك حتى تستحق ما لديك في الوقت الذي يريده الله المليك. أستاذ ذكرت شيء حضرتك عن الوقت المناسب، بس قبل بدي نوح على شيء إنه وقت الإنسان بيحتاج لشيء مثل ما حكيت هلا أو بده شيء وقت بيتحقق ما بيشعر بالسعادة العارمة أو خلص بيهمله وبيحطه على جنب. هون ممكن هذا الشيء أو نحن بنطلب أشياء ممكن ما تكون خير لنا أو ما بتساعدنا، نضل عم نسعى وراها كل عمرنا وآخر شيء وقت نحصل عليها نحن ما نكون سعيدين. ممكن هذا الشيء يكون وراءه أنه هذا الشيء ما ناسبني أو طلع آخر شيء لا مو هذا الشيء اللي أنا بدي إياه، اكتشف هذا الشيء. طبعا استاذي مثل ما قلنا نحن هلا ما بيعلم الغيب الا الله عز وجل. يعني نحن كلياتنا لنا احتياجات من ظننا انه نحن هي الخير لنا، لكن عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو كره لكم. لذلك نحن بدنا نكون يعني نسعى لشكل تطور حياتنا، نسعى نتعلم نتثقف نعاشر الايجابيين نعاشر المفكرين، نبحث عن الحلول، نتعلم من الناس اللي استفادوا من ازمات كحلول وصاروا هن بصراحه فرصه لهم. اكيد هذا شيء ضروري، ولكن النتائج بدي يكون أنا في عندي إحساس الرضا. يعني أنا سعيت وما حصلت معناته هذا الخير، أنا والله عملت كل جهدي وما أجيت معناته هذا الخير. ربما تجي هاي الشغلة ما تكون مناسبة إليك. يعني أنت مثلا والله تلاقي واحد شاب هيك عمره 14 سنة بده يتزوج. طيب هلا تصور لو تحققت الزواج تبعه هلا شو بتطلع العيلة؟
بتطلع العيلة خربانة. طيب هلا أكثر من هيك، هلا مثلا نحن بنقول امبارح كان عندي مثلا محاضرة عن سيرة سيدنا يوسف عليه السلام، قلت لهم لو مثلا سيدنا يوسف الله استجاب دعاء أبوه ورجع بعد 3 أيام كان صار سيدنا يوسف، كانت قصة وكانت الناس كلها تحكي فيها. طيب لو سيدنا محمد آمنوا فيه اللهم صلي عليه كل قريش كان صار قصة وصرنا نقتدي فيه وكذا. لك يا عيني هي لذية الحياة بالمعاناة دائما. شلون تجي السعادة؟ تجي السعادة بعد ما تكوني معاناة وتشتغلي وتعملي وتتجاوزيها، بتشعري بالشعر السعادة. بتجي معاناة أخرى كمان بتتجاوزيها بتشعري بالسعادة. هيك الحياة. أما الحياة إذا كانت استاتيك يعني كله على كبسة زر بيجيكي، سبحان الله. تصوري إذا بتعيشي بكبسة زر كله بيجيكي، بيجيكي أول شيء الاكتئاب، ما له طعمة. تمام. طيب في كتير ناس كمان بيهولوا من هذا الموضوع، يعني بيقولوا لك نحن كل شيء بدنا نعمله عم ندفع ثمنه مسبقا غالي جدا، يعني دائما بنعاني ليصير الشغله، بينما في ناس ثانيه ما بتعمل شيء او بابسط الامور بصير معها، بيشوفوا هي المعاناه بطريقه سيئه، ما بيشوفوها طريقه جيده، انه انا مشيت تعبت بهذا الطريق لوصلت فبقدر الشيء اللي وصلت له، لا انا بشوف انه انا بعاني غيري ما بيعاني. تماما. طبعا احنا استاذه قلنا الظاهر، يعني احنا والله شفنا هذا الانسان عنده هالسياره وبيته وكذا، ونحن ما عندنا هالسياره ما عندنا هالبيت، معناته شوف هو شلون وصل، شوف هو شلون كذا، نحن ما لنا حظ كذا. طيب بحبش بالامور، بتشوف مثلا يعني ربما عنده هالماديات لكن خسران صحه، يمكن عنده ولد من السين متعب هالماديات كلها. تمام. لا شك هي مثل ما قلنا نحن عطاء الله سبحانه وتعالى، عطاء القدره الالهيه 24 ايراد، كل واحد فينا اخذ 24 ايراد، بس في ناس مثلا 20 ايراد مال واربع ايرادات البقايا، في ناس مثلا 20 ايراد صحه وعافيه بلاي هو واولاده وكلهم بخير ما في وجع ما في كذا، لكن اربع ايرادات المال وهكذا. الاعطاء كله متساوي لكن متوزع. في كثير شغلات استاذي بدك تنظر للناس، فوت للأعماق، وهي صعبة فوت للأعماق. مو شرط على فكرة يكون اللي والله ساكن بفيلا أسعد من اللي ساكن مثلا بغرفة وصالون. مو شرط اللي عم ينام على فرشة ديباج يكون مثلا يعني أسعد من اللي عم ينام على فرشة عادية. بجوز هذاك عم يتقلب وعم ياخذ أدوية حتى ينام، وهذا على فرشة عادية لسه ما بحط راسه على مخدة إلا بحط راسه وبينام. يعني حتى شوفي أنت مثلا، في لي صديق صيدلي قال لي أكثر ناس بتاخذ المنومات والكذا هن الاغنياء، هن اصحاب المسؤوليات الكبيره. قال لي اما الانسان مسؤوليته بسيطه وكذا، بتلاقي سبحان الله حط راسه على المخده، وهذا على فكره والله اكبر نعمه، لك والله اللي بينام مرتاح نعمه، لك والله اللي عنده سقف نام تحت منه نعمه، الامان نعمه، لك بس بدنا مين بصراحه الحليمات الذوقيه اللي نتذوق هذه النعم حتى نستمتع فيها. وعلى فكره استمتاعك بالنعم مو يعني انك عم تخدع حالك، انك اهل لاستجلاب المزيد منها. صحيح، يعني اهل لاستجلاب المزيد، يعني هون الثقه انه انا راح احصل على المزيد من النعم. هذا الشيء قديش ضروري، يعني اليوم انه انا كل ما حمدت كل ما زدت. براو. انا كل ما كان الشيء اللي بين ايدي له قيمه كل ما جلبته، يعني هذا له علاقه شيء بالجذب او شيء ولا طبعا بالثقة. يعني استاذ احنا دائما بنقول فرضا اول شيء في عندنا قانون هام من قوانين التنميه البشريه هو الشكر والامتنان، لئن شكرتم لأزيدنكم، معناته أنت كل ما شكرت وحمدت واستمتعت وامتنيت وكتبت النعم وكتبت الإنجازات وكتبت المميزات اللي عندك بصراحة بتحس حالك سبحان الله أنك أهل لاستجلاب المزيد. وكل ما صار نكران للي عندك، يعني بتلاقي فرضا والله أنا عندي جمال، عندي خلقة تامة، هذا كله أنا ما لي معتبرته، بس عندي أمان ما لي معتبره، أي شيء ما بتمتن فيه بتفقده. لاحظتي كيف؟ أي شيء ما بتمتن فيه بتفقده، أي نعمة أنت بصراحة ما لك مقدرة أنت أولى بخسارتها. لكن لأنه مثل ما قلنا أستاذة، النعم والإيجابيات روح بتحب المضيف، حسب المضيف، إذا كان المضيف عم يرحب فيها ويدللها بتتم عنده، إذا استهتر فيها بتروح. وكذلك الأمر إن شاء الله ربي بيعافينا الأمراض كمان، الأمراض بحسب المضيف يلي بيطنطن بالمرض كتير. تمام. وبيكون يعني هو بصراحة دائما بيشكي وإلى آخره، المرض بيقعد عنده بيركن، يلي بصراحة هو أقوى من المرض وحياته أقوى ونظرته إيجابية وبياخد أمور ببساطة وإلى آخره، المرض بيرحل أكيد.
يعني بدنا نشكرك استاذ محمد على وجودك معنا اليوم، وكل عام وانت بخير. اهلا سلمى، اهلا وسهلا عفاف، ان شاء الله كل عام وانتم بالف خير يا رب، وان شاء الله دائما ايامنا عيد، ودائما نحن بنقول بوجود المتفائلين ان شاء الله والعاملين ان شاء الله بكره احلى ان شاء الله يا رب.